نشرتنا متواصلة وفيها أيضاً: بعد يوم من زيارة رئيس الحكومة، محافظ حضرموت يزور منفذ الوديعة البري الحدودي مع المملكة السعودية. زيارة ميدانية لمحافظ شبوة للبنك المركزي يشدد فيها على ضرورة الحفاظ على مركزه المالي. تدشين فعاليات أكتوبر شهر التوعية بسرطان الثدي في المكلا. وارتفاع جنوني لأسعار الخضروات في مدينة المكلا يضاعف معاناة المواطنين المعيشية.